يلقيها نيابة عنه مدير عام التعليم العام السيد الأستاذ عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان وراعي التعليم بأسوان والداعم والسند الأول للمعلمين والمعلمية التعليمية بالمحافظة. سيد البروفيسور سوجيتا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كوكو جاكو إن، السادة عمداء كليات بجامعة أسوان، السادة أولياء أمور وأعضاء هيئة تدريس المدارس اليابانية، كل الشكر والتقدير لحضراتكم. معالي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الحمد لله يا فندم محافظة أسوان تسير بخطوات ثابتة، وتم إنشاء المدرسة اليابانية بحي العقاد مدينة أسوان، والمدرسة اليابانية في الرديسية بمدينة إدفو، وتحت الإنشاء مدرسة ثالثة بمدينة كومومبو. ويعد هذا إنجاز كبير بإذن الله أن يصبح لدى محافظة أسوان 3 مدارس يابانية، وهي من ضمن 4 محافظات لديها أكثر من مدرسة. معالي اللواء المحافظ، يا فندم أنشطة توكاتسو لها تأثير كبير على أطفالنا في محافظة أسوان، مما أدى إلى إقبال العديد من أولياء الأمور على التجربة اليابانية، فهي تهتم ببناء شخصية الطفل الأسواني من جميع الأوجه والجوانب، وتعتمد على المناقشة والحوار وتنمية قدراته المهارية في 8 مجموعات لأنشطة توكاتسو للمدارس اليابانية. ونحن في مدارسنا الحكومية فندم بننفذ 3 مجموعات من أنشطة توكاتسو، وبدعم سيادتكم سوف نحصل بإذن الله على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.